نروح لكابتن احمد عبد الكريم المدرب العام لكابتن محمد عبد الكريم المدرب العام لفيوتشر، نبارك له النهارده على النتيجه ونطمئن ايضا كمان على سعد سميره. كابتن محمد مساء الفل، اهلا وسهلا بحضرتك ومبروك، الف مبروك. الفل ابراهيم، والله يبارك فيك وشاكرين على المقدمه الجميله دي. والله تستحقوها، والدوري كله على بعضه البدايه بتاعته كانت مميزه. في البدايه خلينا نطمن من حضرتك بس على سعد سمير والاصابه بالارتطام في محمد صبحي، نعرف من حضرتك وصل لايه وهو حالته عامله ازاي. يعني الحمد لله بخير، بس هو يعني غرزه كده، خد حوالي 10 غرز فوق حاجبه، فالحمد لله العظم سليم، وهو بس في بس شويه دوخه كده بسيطه، واحنا لسه مخلصين معاه في المستشفى، وخلال نص ساعه ان شاء الله هيغادر المستشفى. بطمن مصر كلها على سعد كابتن الفرقه، وسعد من لعيبه الرجاله، والحمد لله اللي جت لحد كده، وخلال نص ساعه هيغادر المستشفى ان شاء الله. طيب يعني هو بفضل الله، بخلاف الغرز احنا ما عندناش ولا ارتجاج في المخ ولا فقدان للذاكره ولا اي حاجه من الحاجات اللي شبه كده، الامور الحمد لله مستتبه. سعد من لعيبه الرجاله، وكان عايز يتحمل على نفسه ويكمل، لكن الدكتور طبعا كان صعب جدا، المنظر كان صعب جدا، ففضلنا ان احنا نغيره، واحنا خلال المباراه راح المستشفى، واحنا كجهاز فني كله باللعيبه بالاتوبيس بالباص كنا عنده في المستشفى، والحمد لله يعني بخير. يعني اتحركوا على طول، الجهاز الطبي اتحرك بيه اثناء المباراه، وبعد المباراه ما انتهت كل التيم راح له المستشفى، كل الجهاز الفني بالمسؤولين بكل الناس، يعني اطمنا على سعد والحمد لله. الحمد لله. طيب هيتحط تحت الملاحظه ولا هيخرج على طول؟ لا، خلال نص ساعه بس الطاقم الطبي معاه، وخلال نص ساعه هيغادر ان شاء الله باذن الله. طيب خليني بقى اسال حضرتك على اللقاء بعد ما اطمنا على سعد، تقييمك ايه للمباراه الاولى لفيوتشر؟ خليني اسال حضرتك على المباراه، انا سامع حضرتك كابتن محمد. الو انا سامع حضرتك كابتن محمد، وكنت بسال حضرتك بقى من بعد ما اطمنا على سعد، اعرف رؤيتك وتقييمك للمباراه الاولى لفيوتشر قدام فاركو اللي مدعم بمجموعه كبيره من اللعيبه. طبعا الفرقتين زي ما انت قلت مدعمين بمجموعه كبيره جدا من اللعيبه، وقدرنا في خلال الصوت بيقطع، الصوت بيقطع يا كابتن محمد، يمين شويه شمال شويه يعني كده. الو كده تمام، اتفضل يا كابتن محمد. في خلال وقت قريب قصير جدا قدرنا نوصل اللعيبه للتجانس ده والتفاهم ده، فالحمد لله النهارده الكابتن علي عمل التغييرتين، دكتور ايمن صفاقسي. يا كابتن محمد دايما متعودين. كابتن محمد ابراهيم. الو كابتن محمد، الهي يخليك يا رب ويطرح فيك البركه، الصوت بيقطع. الو حبيبي ابراهيم، سامعني كده؟ انا كده سامع حضرتك، خليك بقى زي ما انت، ما تجيش يمين ولا شمال. انا زي ما انا لفيت الاستوديو، انا في الباص والله، انا بس الوظيفه اللي بتحرك مش انا. يا كابتن محمد انا لفيت الاستوديو كله عمال اجي انا يمين وشمال، انا حسيت ان المشكله من عندي انا. انا الباص اللي بيتحرك والله ابراهيم مش انا، الباص اللي بيتحرك، لان الناس خارجين من المستشفى حالا من عند الكابتن سعد. طيب ربنا يا رب ان شاء الله. الحمد لله يا كابتن ابراهيم، بقول لك ان دايما الكابتن علي بيقول دايما احنا كجهاز فني طريقه لعبنا محتاجه تمرين كتير، فاحنا 20 تمرينه غير 30 غير 50، احنا ما بقالناش 30 تمرينه مع الفرقه، وطبعا كلها عناصر جديده، لكن كلها لعيبه كبيره ولعيبه عندها خبرات، فالتجانس ده ظهر بسرعه، والنتيجه النهارده كنا ممكن نكسب 2 و3، لكن في الاخر بقول الحمد لله. البدايه طبعا في الدوري الصعب ده، دوري صعب جدا يا كابتن ابراهيم، فالبدايه الحمد لله كويسه. هي التغييرتين برضو حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه، خروج مصطفى البدري وسافيولا ونزول صفاقسي ساهمت الى حد كبير في فك الملعب ونقل المباراه كلها لصالحكم، دي رؤيه طبعاً مهمه. اكيد طبعا يا كابتن ابراهيم، انت عارف البدايه طبعا كل اللعيبه مش هتقدر تاخد ال 90 دقيقه، تقدر البدايه الاعداد والمباريات غير المباريات الرسميه غير المباريات الوديه، فقدرنا نعمل التغييره دي، استحوذنا على نص الملعب وبين لنا فعالين في الناحيه الهجوميه، فبشكر اللعيبه على الاداء النهارده وبقول لهم مبروك والحمد لله. صحيح. طيب اخر نقطه، مروان محسن، ماذا رضاكم عن ادائه اليوم وظهوره الاول لاول مره بقميص غير قميص النادي الاهلي؟ لا طبعا يا كابتن ابراهيم، مروان لعيب كبير، مروان لعيب كبير ولعيب دولي، وقدرنا الكابتن علي ماهر قدر يجهزه، كل اللعيبه طبعا كل اللعيبه، لكن مروان طبعا لعيب كبير، النهارده مكمل 90 دقيقه، اكيد كل الناس شافت ادائه، واللي جاي افضل لمروان كتير، مروان عنده كتير قوي، مروان من افضل المهاجمين في مصر. فبشكر اللعيبه كلها النهارده مش مروان بس،
النهارده عوده كريم نزلت بعد فتره، فكل اللعيبه الحمد لله. اه طبعا كل اللعيبه الحمد لله. وجود عمر كمال، وجود ريف، كل اللعيبه، انا مش عايز انسى حد، لكن انا بشكر كل اللعيبه كلها. الجهاز الفني كابتن علي قال لهم افرحوا النهارده بعد ما اطمنا على سعد، وعندنا تمرين بكره ان عندنا مباراه مهمه يوم السبت ان شاء الله باذن الله. ظهور كريم ندفد لاول مره مع فيوتشر برضو بعد يعني سنوات غياب عن ارضيه الملعب في المباريات الرسميه، ومساهمته بشكل او باخر في الهدف الملعوب الحلو الجميل اللي سجله فيوتشر، بتشوفه ازاي من وجهه نظرك؟ طبعا الحمد لله قدرنا اول ما كريم انضم لنا، كريم اصلا كابتن علي مرانه في النادي الاهلي. أيوة. عارف امكانياته كويس جدا، عارف ايه، عرفنا نخرج ايه اللي عند كريم، ولسه كريم عنده كتير جدا زيه زي مروان زي اللعيبه الثانيه كابتن ابراهيم. فالحمد لله الحمد لله طبعا بنبارك على عودته بعد الاصابه، وان شاء الله اللي جاي افضل ليه ان شاء الله وللفرقه كلها يعني. ان شاء الله باذن الله. ألف مبروك وبشكر حضرتك، شكرا جزيلا، ومسيلي على الكابتن علي ماهر، ويا رب دايما موفقين فيما هو قادم إن شاء الله. تحياتي ليك يا إبراهيم، وشكرا جدا. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.